بين ايمن اشرف تعليق فوري، واللي بيلم الكره برجليه الشمال ده ورايح ناحيه الشمال الصغير ده، ده فارس ده لا لعيب كويس من الشخصيات المرحه يعني، ما باخده معايا النادي بيهزر مع اللعيبه، هو بس الوحيد اللي بيخاف منه الشناوي. اللي بيخاف منه هو بيخاف من الشناوي عشان طويل بس زياده. لا ده الشناوي كنا خارجين قبل كده فقال له فارس هو صغير اقعد بس، ففارس قعد من ساعتها عشان ياكل نقول له هنجيب لك الشناوي. لا انا ومراتي هنجيب لك الشناوي. بس ايه الستايل الواحد ده ما شاء كام سنه ده؟ ده يعني شهر 2 ان شاء الله يكمل 4 سنين ما شاء الله. بس الستايل ايه؟ ان شاء الله يطلع لعيب كوره، هو بيحب الكوره اشول كمان باين. لا هو بيلعب برجليه اليمين بس هنا في يعني هو كان بيلم الكوره كده برجليه الشمال. ما شاء الله يطلع لعيب. انت دايما حريص على ان انت تاخده النادي. انا باخده يعني انا ما خدتوش كتير النادي، انا خدته مرتين او ثلاثه لان ببقى دايما رايح مبرق مركز شويه. مركز مبرق ما بقى ولا كم الشناوي. لا ده الماتش اللي فات كان معانا بعد الماتش، بعد الماتش انا كنت واخد ملك واحمد برضه. طب حلو نزلوا ايمن خده دخل الاوضه قعدوا على الكرسي جنبه، ف ايمن راح مش عارف خارج بره كده فقال له خليك يا فارس انا جاي، فالشناوي كان واقف جنبه ففارس ما سمعش كلام ايمن طبعا، فايمن الشناوي قال له بقول لك خليك يا مان يا حبيبي. بيخاف جدا من الشناوي هو بس ارتبط صوته ارتبط صوت الشناوي قال له خليك، قال لك خليك هو جاي. انا متصور ده مالك واحمد ولادي انا دول، مالك واحمد وولادي انا دول. ابنك يا ياسر؟ لا لابسين احمر دول ان شاء الله. وانا مالك الكبير واحمد الصغير وده فارس اللي في النص ما شاء الله. عندنا ان شاء الله اجيال جايه للنادي ان شاء الله باذن الله. ان شاء الله فرقه كامله ان شاء الله، مستقبل ده المستقبل ان شاء الله. ان شاء الله على خير ان شاء الله على خير، تفرحوا بيهم يا رب. وعمر السوليه برضو كنت سامعاه بعد ما فزنا بيقول لك انا بتفائل قوي ببناتي، انا عنده ليلى وعنده طفله ثانيه بس مش عارفه اسمها ايه، يقول لك انا بتفائل قوي بيهم بحب اكلمهم قبل الماتش وبعد الماتش. وانا بعمل كده بكلمهم ذكريات. بتعمل كده يا ايمن؟ بكلمه فيديو كل وانا في الفندق قبل ما اروح الملعب يعني. بحب اكلم فارس بنهزر مع بعض شويه وفاطمه طبعا ومراتي يعني. طبعا خلي برضه الشناوي يسلم عليه برضه. لا ببقى قاعد لوحدي عشان بيخاف يقول لي الشناوي عندك اقول له لا. والله ذكريات جميله والصور ديت ان شاء الله اولادكم يكبروا يبقوا نجوم كبار زيكم، بيبقوا بتبقى حاجه جميله جدا ويبقى البوم ذكريات جميل جدا جدا، وان شاء الله